بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي في قناه عالم اطفال. النهارده ان شاء الله هعمل لكم شخصيه من شخصيات كرتون فنانيس. زي ما اتعلمنا وعملنا بكار ان احنا قصيناه على ورق الفوم، هنعمل برضو الشخصيه دي النهارده. زي ما انتم شايفين انا رسمت الرسمه دي انا رسمها من على كمبيوتر، جبت رسمه الشخصيه وكبرتها وطبعا نقلتها على ورقه رسم شفاف اهو بالمنظر ده. الشخصيه بتاعتنا احنا النهارده هتبقى الوانها اخضر واحمر واخضر غامق، فطبعا انتوا بتروحوا تجيبوا ورق الفوم بتاعتكم تبداوا ايه تحطوها قدامكم كده عشان تبداوا تقصوا الشخصيه بتاعتكم عليها. زي ما انتوا شايفين وانتوا ماخدين بالكم ان انا كاتبه هنا الالوان بتاعتي على الشخصيه زي ما عملنا بكار بالظبط. يعني ده هيبقى لونه بني، ده اخضر، ده برتقاني، ده احمر. احنا هنبدا نعمل ايه؟ اول حاجه بنعملها ادي الشخصيه بتاعتنا، هنبدا نقصها. انا طبعا كنت محضره واحده عشان خاطر وقت الفيديو. ادي الشخصيه بتاعتنا اللي احنا قصيناها على ورق اهي، وهنقصها على ورق كرتون. ادي ورقه الكرتون، حطينا الورقه اللي احنا شفيناها على الكرتون وقصيناها بالمنظر ده. طبعا هنبدا نشيل الرسمه بتاعتنا ونبدا نجيب بعد ايه الرسمه بتاعتنا دي اللي احنا قصيناها ونبدا نفصصها. هنفصصها ازاي؟ هنقصها خالص، هنقص كل جزء لوحده زي ما عملنا ببكار. هنبدأ بالطاقية بتاعت الشخصية بتاعتنا النهاردة. زي ما انتم شايفين هنا اللون بتاعنا لونه اخضر، انا كاتبة عليه اخضر، فهبدأ اقص الجزء بتاعي ده كده اهو، وهقص الطاقية بتاعتي اللي احنا عملناها لونها بني كده بالراحة خالص. وانتم بتعملوا تقصوا تاخدوا بالكم من الودان بتاعت الشخصية بتاعتنا، الشخصية القلبوزة اللي هو بيحب الاكل ده. ادي شكل الرسمه بتاعتنا. هنجيب بقى ايه، ادي الطاقيه بتاعتنا، وادي الجزء بتاعي اللي فوق. الجزء بتاعي لونه اخضر والطاقيه لونها بني، فهجيب الفوم بتاعي الاخضر وابدا اقص جزء صغير اهو اللي هو بتاع الطاقيه بتاعتي كده. ادي الجزء الاخضر بتاعي، هبدا اقص فوقيه كده اهو. الجزء بتاعنا ده هو اللي هيبقى من فوق هنا، هيبقى هنا في شكل ايه الطاقيه بتاعتنا. نبدا بقى ايه نفصص الجزء بتاعنا البني. احنا هنا طبعا الطاقيه بتاعتنا عباره عن ايه، عباره عن 3 اجزاء، فعشان ابين تفاصيل الطاقيه بتاعتي هبدا اقص كل جزء لوحده كده. تقصوها براحة خالص، نظبطوا الدنيا بتاعتكم. ادي ادي الجزء الاول، وادي الجزء بتاعنا التاني كده، وادي الجزء التالت بتاعنا. ده كل ده هننقله على ورق فوم بني. زي ما انتوا شايفين اصدقائي احنا بدأنا اهو نقص الطاقية بتاعت شخصية فنانيس النهاردة اهو، هتبقى بالمنظر ده. بس انا مش هلزقها دلوقتي، انا هخليها على جنب. حابه ان انا الون الوش بتاعي. ادي الوش بتاع الشخصيه بتاعتنا، طبعا هيبقى بلون الجسم، فانا بستخدم يا اما الوان ميه يا اما الوان فورماستر. فانا هوريكم اللون احنا هنعمل ايه. زي ما عملنا بكار احنا بنلون الجزء كله باللون بتاعنا، وطبعا هو ده اللي احنا هنقص عليه المراخين والحواجب والعين والدقن. طبعا انا اهو بعمل بالوان الميه قبل ما تلزقوا اي حاجه. تبداوا تلونوا الجزء ده او بالوان الفوم ماستر. طبعا ده لما هينشف هيديكم الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه. زي ما عملنا ببكار كنت عامله برده شخصيه دياستي، بس هي ما صورتهاش عشان طبعا هتاخد وقت كبير. فاحنا بنعمل ايه الالوان بتاعتنا كده من على جنب، وطبعا ده هيبدا ينشف دلوقتي. اه يا اصدقائي لزقنا الطاقيه بتاعتنا ولونا طبعا الوش بتاعنا. هنبدا بقى نقص الجزء بتاعنا، هنقص الوش بتاعه الشخصيه، نقصها كده بالراحه بعيد عن اللبس بتاعه. هو لابس زي كده زي سديري
وبنطلون. احنا هنقص الجزء ده الاول. طبعا ادي الوش بتاعنا، طبعا ده هو ده اللي هنفرغه ونحطه هنا. هنفرغ شكل الحواجب والعين والمراخين وهنحطهم في الجزء اللي احنا لوناه طبعا، وهيبقى بالمنظر ده. بس احنا هنخليه دلوقتي نعمل اللبس المهم زي ما انتم شايفين اهو. هنبدأ ناخد الجزء بتاع القفطان السديري اللي هو عنده ده، هنبدأ نقص كده. انتوا طبعا هتخشوا على الحزام اللي انا عاملاه اللي هو لونه بني، بس مش مشكلة، انتوا هتعملوه فوقيه. الحزام هيبقى فوق السديري مش تحتيه. انتوا بترسموا الرسمة وتبدأوا تفصصوها وتقصوها جزء جزء، والجزء بتاعكم بتبدأوا تنقلوه على ورق فوم. ادي الجزء بتاعنا اللي هيبقى هنا في الكرتونة، هيبقى بالمنظر ده اهو. طبعا انا هبدأ بقى ايه اقصه، هقص الاجزاء بتاعته. طبعا يا اصدقائي زي ما انتم شايفين احنا بدأنا نعمل السديري بتاع الشخصية بتاعتنا، وزي ما انا قلت لكم ان احنا بنفصص اهي. ديت القص اللي انا قصتها من شوية اهو، بتبقى بالمنظر ده. قصينا عليها الورق الفوم الاخضر اهو، الجزء ده هنحطه هنا، والجزء التاني اللي هو برتقاني ده هنحط اهو، قصيناه برضو بنفس الحجم. طبعا احنا بنقص الاول قبل ما نلزق ونظبط الشكل بتاعنا الاول، بعد كده بنبدأ ايه نلزقه كله مع بعض. في جزء هنا برضو لسه هنقصه، ادي الجزء ده. هنجيب ورق الفوم الاحمر بتاعنا اهو، وهنبدأ ناخد الجزء بتاعنا ده ونقصه. ده طبعا من ضمن السديري او الشكل بتاع اللبس بتاع شخصية فنانيس النهاردة. تبدأوا انتوا تقصوا الاجزاء بتاعتكم، تبدأوا في الاخر تجمعوا مع بعض، هيطلع الشكل اللي انتوا عايزينه. هيبقى شكله جميل بالفوم، بيبقى حلو قوي الحقيقة. طبعا ادي الجزء بتاعنا ده، طبعا هيبقى هنا اهو. ده طبعا كل الاجزاء بتاعتنا احنا بنبدأ نجمعها ونقصها، وفي الاخر هنبقى نلزقها. ادي اصدقائي الشكل بتاعنا بدأ يبان طبعا بعد ما قصينا الجزء اللي قلت لكم عليه. طبعا ادي الايد بتاعتنا اللي المفروض هنعملها هنا. ادي الفوم الابيض بتاعنا، نبدأ نقص الايد، بس هنقص فوق الشكل بتاعنا شوية، يعني هنكبر الايد بتاعتنا المنظر ده كده كده. وطبعا انا دلوقتي هبدأ اظبط الايد بتاعتي اشوفها اهي، هي هتبقى هنا. هنقص الجزء بتاعنا ده كده اهو، هيبدأ الايد بتاعتنا هتبقى هنا في المنظر ده. وطبعا احنا مش هنسيبها كده، اكيد طبعا هنلونها بالالوان بتاعتنا اللي هو بيبقى لون الجسم. طبعا الفوم اصلا بيتلون الفوم الابيض، فاحنا هنا نبدا ايه نديله اللون اللي هو بتاع الجسم، ونسيبه ينشف. هاي اصدقائي زي ما انتم شايفين بدانا ان احنا نلزق الاجزاء بتاعتنا اهو، بدأت الرسمة بتاعتنا بتاعت شخصية فنانيس تبان. طبعا انا المفروض الجزء بتاعي هيبقى هنا اللي انا قصته من الورق. طبعا زي ما انا قلت لكم ان احنا بنكتب عليه الالوان بتاعتنا، طبعا ده اخضر وده برتقاني، فهبدأ اقص الجزء الاخضر بتاعي كده بالراحة، واجيب اللون بتاعي الاخضر وهبدأ اقص الجزء بتاعي عليه. زي ما قلت لكم قصوه اكبر، يعني قصوه في حجم اكبر من الحجم بتاعه عشان تعرفوا تظبطوه. اقص بس جزء كده عشان يساعدني ان انا اعرف اقص. ادي الجزء بتاعي اهو، هنقصه اكبر من اللي احنا قصينه، يعني فوق الخط بتاعي شويه كده كده. طبعا انا بلزق هنا وهو اهو في الفوم اللي انا ماسكاه في ايديا دوت، في منه لزق عادي، فانتوا طبعا اللزق العادي هيساعدكم اكتر، الفوم اللي هو اللي بيلزق. ادي الجزء بتاعي اللي احنا قلنا عليه اللي هو هنا
هنشيل الورقة ونحط الايه الجزء بتاعنا اللي احنا عملناه اهو، هنفك منه اللزقة بتاعته ونبدأ نظبط من الطرف. ظبطوا من الطرف بتاعكم على الفوق، وفوق الحزام من تحت كده ابدأوا حطوا الجزء بتاعكم زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا ده الجزء البرتقاني برضو هنلزقه بنفس الطريقة هنا كده. اه يا اصدقائي، زي ما انتوا شايفين اهو لزقنا الاجزاء بتاعتنا، ولزقنا الجزء بتاع السديري اهو من تحت، وبدأنا احنا نجيب الجزء اللي هنا على جنب هو اللي متبقي مننا اهو، اللي هو الجزء ده اللي هو عبارة عن احمر واخضر وبرتقاني. انا عايزة اوريكم حاجة، هو المفروض هيبقى كده. طبعا انتوا الرسمة بتبقى جنبيكم، نجيب الرسمة بتاعتنا احنا رسمناها اهو، ونشوف الجزء بتاعنا اللي احنا قصيناه بيبقى فين. هيبقى اهو كده المنظر ده، هيبقى هنا هو واقف كده. طبعا هو احمر واخضر برتقاني، الاخضر البرتقاني بيبقى خطوط تتفزق فوقيه. فانا بصوا رحت عملت ايه، رحت قصيت جزء احمر كله احمر، وهبدأ ألزقه هنا، ألزقه هنا كده، وهبدأ أجيب بص بس منه جزء كده من فوق. طبعا انتوا بتظبطوه حسب ما انتوا لزقتوه من فوق اهو، هيبقى بالمنظر ده كده هنا. وهنبدأ نقص عليه الأخضر الفاتح والبرتقاني اللي هو هيبقى الخط اللي نازل من فوق على سديري اهو لغاية تحت. طبعا ادي اصدقائي الشخصية بتاعتنا لزقنا. بعد ما لزقنا طبعا البنطلون بتاعنا، هنبدأ بقى نعمل الجزمة. احنا طبعا قصينا الأجزاء الصغيرة دي انتوا شايفينها، دي هي دي الجزمة بتاعت الشخصية بتاعتنا. فاحنا هنبدأ ناخد جزء كده، طبعا هيبقى هنا، فاحنا هنعمله نقصه على ورق الفوم البني. طبعا زي ما قلت لكم تقصوه أكبر شوية عشان تعرفوا تظبطوه على الورق الكرتونة. يعني هو هيبقى هنا كده، نقص الجزء بتاعنا بالمرة ده. احط اللزق بتاعي وابدا اظبط الجزمه بتاعتي اهي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنقص الجزمه التانية برضو، هبدا بقى اعمل الوش بتاعي. طبعا ادي الوش بتاعنا اللي احنا عملناه اللي احنا رسمناه اهو، هو هيبقى هنا. طبعا هنبدا نقص اجزاء الوش. اول حاجه هنقص الحاجب بالشكل ده، قصوه بالراحة عشان طبعا الأجزاء بتاعة الوش بتبقى صغيرة كده. طبعا أنا كنت كاتبة عليها إن ده لون بني اهو، ده طبعا هيبقى هنا كده، والجزء التاني برضو اللي هو بتاع الحاجب برضو الجزء الصغير ده هيبقى هنا. طبعا ده كله دوت هنقله على ورق فوم بني الحاجبين. وهنبدأ نقص المراخين بتاعتنا، بس المراخين مش هنعملها طبعا بلون بني، احنا هنعملها على ورق فوم ابيض ونلونها زي ما لوننا الايد بتاعتنا بالمنظر ده، تدينا اللون بس ايه هيبقى اغمق شوية اهو كده. طبعا ادي المراخين بتاعتنا هتبقى هنا. طبعا العين بتاعتنا هنقصها برضو هتبقى صغيرة كده، تقصوها بالراحة وتبدأوا ايه تنقلوها على ورق فوم ابيض واسود. وادي اصدقائي الشكل بتاع شخصية فنانيس النهاردة، ايه رأيكم؟ عملناه بورق الفوم زي ما علمتكم، ان احنا بنجيب الرسمة بتاعتنا من على النت ونكبرها ونبدأ ان احنا ايه نقصها وننقلها على ورق فوم ونبدأ نقص نلزقها على الكرتونة اللي هي بنفس الشكل بتاع الرسمة. يا رب الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو اتمنوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.